أثارت الحلقة الأولى من المسلسل الكويتي دفعة بيروت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأته التي لم يعتد عليها الجمهور العربي. وشنت الإعلامية الكويتية ميل عيدان هجوما لاذعا على المسلسل بعد ظهور بطل العمل السعودي مهند الحمدي في مشهد وهو يتبول على شخص آخر. ونشرت ميل عيدان المشهد عبر حسابي على انستغرام وعلقت كاتبة: مشهد في أول حلقة من مسلسل دفعة بيروت، قمة القرف على قمة الوقاحة والوساخة، مشهد ماله أما أي داعي، إيحاء قذر، استحوا شوية في بنات وحرم قاعدين قدام التلفزيون اللي مفروض لكل الناس، وقال إيه قناة كل العرب. وتابعت العيدان هذا المسلسل اللي قعدت سنة كاملة ببيروت، توقعنا بنشوف عمل يستحق أوسكار، بس فعلا واضح إنه بيدخل أوسكار كأسوأ عمل أصلا من الإعلان مال، وأنا غسل إيدي منه. وانتقدت العيدان سيطرة بعض الممثلين على قناة ام بي سي وقالت ساخرة: البرومو كله مهند الحمدي ونور غندور، ما ندري انهم صاروا الهيبة الجديدة لقناة ام بي سي، وكالعادة بترفعونهم، خاصة مهند بترفعونه لسابع سما مع انه لا وسامة ولا اداء، وبعدين راح ترمونا من سابع سما مثل ما سويتوا مع بدر الزيدان ولجين عمران واسيل عمران والطابور طويل، الله يعينوا على دفعة القاهرة اذا بداية القصيدة كفر. وتصدر هاشتاك دفعة بيروت ترند عبر تويتر، انتقد خلاله الناشطون جرأة المشاهد والاستهزاء بالدين، مطالبين الرقابة بوضع حد له قبل الاستمرار بعرضه. وبدأت منصة شاهد في اي بي امس عرض مسلسل دفعة بيروت للكاتبة هبة مشاري حمادة والمخرج علي العلي وبطولة كوكبة من النجوم الخليجيين والعرب، حيث تدور الاحداث في حقبة الستينيات من القرن الماضي. وترصد الأحداث حكاية طلاب وطالبات من دول الخليج والمغرب العربي يسكنون معا في بيوت للطلبة والطالبات، حاملين معهم أفكارهم ومعتقداتهم وعاداتهم وأحلامهم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا في شارع الحمرة الذي كان يعج بالساسة والشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين. ويدرس هؤلاء الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتدور بينهم الكثير من التطورات والمغامرات والمناكفات، وتتصاعد الخطوط الدرامية لتتلاقى مصائرهم ويومياتهم ما بين الحب والغيرة والسياسة والزواج والمنافسة والمؤامرة.